بعد إذن حضرتك، بتعبير الاختراق العلمي أو الاختراق الأكبر في مشروع مدينة الدواء المصرية مرتبط بغزارة الإنتاج ولا مرتبط بتكنولوجيات التصنيع الدقيقة والعالمية التي بتنا نحوزها في هذه الآونة، ولا مرتبط بتصنيع الخامات كما أشرت حضرتك باعتبارها يعني الركن الركين للتصنيع؟ ده جزء آخر. تصنيع الخامات ده جزء آخر وله مواصفات خاصة وله مصانع خاصة. يعني المدينة الدوائية بتنتج وهتنتج أدوية ذات مواصفات رفيعة، وتنتج أدوية ما كانش بتنتج قبل كده، وتتعاون وتتحالف مؤسسات عالمية عشان نوطن التقنيات الحديثة جدا في صناعة الأدوية. وعلى فكرة صناعة الأدوية أستاذ أحمد صناعة متطورة جدا وفيها ديناميكية شديدة جدا، ودايما في البايب لاين بتاع الشركات العالمية أو ذات الأبحاث بيبقى موجود فيه أدوية جديدة، وعشان الدواء قبل ما بيطلع سيادتك بياخد مجهود كبير جدا جدا. واحنا شفنا طبعا ايام واحنا بنتكلم اليومين دول على اللقاحات الدوائيه، لقاحات الكورونا، قد ايه الناس عماله تتكلم على التسجيل العاجل والتسجيل السريع والتسجيل الطارئ، كل ده في مراحل كثيره جدا. الحاجه الثانيه المهمه جدا ان هذه المدينه بتحتوي على يعني شق بحثي وعلمي كبير جدا في هذا المجال، هيرتبط كثيرا جدا بجوده واكتشاف اللي هو بنسميه ريسيرش اند ديفلوبمنت، انواع جديده من الادويه نقدر احنا نوطنها في مصر ونقدر ننتجها ونسطها. وسيادة الرئيس قال جمله مهمه قوي، ارجو ان تكون سيادتك برضه شفتها او سمعتها، اما اتكلم على ان القضيه هنا مش معموله عشان لا سعر ولا مكسب ولا كلام. القضيه اهم من هذا بكثير، انك لما يكون عندك اللي انت بتدور عليه متاح وتقدر تنتجه وتقدر توفره وقت الازمات أو وقت الشدة أو وقت النقص العالمي، هذا يا أستاذ أحمد لا يقدر بثمن.